إن كانت التضحيات جسام بالطبع دلالة كاملة وواضحة بأن في هناك تمسك بهذه المطالب وهناك تجذر لهذه المطالب في الوجدان الشعبي. ومن التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب البحرين من أجل ثورته هو أن قدم رموزه وقيادة الثورة كتضحيات من أجل تحقيق مطالب الشعب. بالطبع هذه التضحيات في إطار رموز كبار سواء على مستوى الفكر أو على مستوى حركتهم الميدانية أو على مستوى تاريخهم النضالي أو على مستوى ما قدموه من تضحيات قبل 14 فبراير. ونموذج حي لهذه القيادة هو رمزنا الكبير، أستاذنا الكبير، أستاذ حسن مشيمة. أستاذ حسن مشيمة لم يكن بعد ذلك ارتقاءً على خطاً آخر ولا مجموعة أخرى من المؤمنين كقيادة وكراهيته رقم 14. لأن مصيره تاريخ أستاذ حسن مشيمة شاهد وواضح وحفر اسمه في تاريخ البحرين منذ انطلاقة حركة التسعينيات في انتفاضة التسعينيات. لقد قاد الانتفاضة مع ثلة من الشخصيات الوطنية عندما تقدموا تقدما شجاعا لم يحظوا بهذا التقدم العديد من الشخصيات السياسية في ذاك الوقت، عندما قاموا بتقديم العريضة النخبوية ابتداء في أحلك الظروف عندما كان يخشى الجميع قانون أمن الدولة، فوقعوا على العريضة بأسمائهم الحقيقية عندما كان يعمل الجميع في السر. قدموا العريضة النخبوية ابتداء في سنة 92 ثم قدموا العريضة الشعبية في سنة 94 شاهدين أنفسهم وقادوا الجماهير في انتفاضتهم الشهيرة انتفاضة الكرامة انتفاضة التسعينيات. وكان يعلم في ذاك الوقت بأن مصيره سيكون السجن، وبالفعل اعتقل الأستاذ مع ثلة من القيادات المؤمنة مثل الأستاذ عبد الوهاب حسين وبقية الشخصيات الوطنية عندما أودعوا السجن في سنة 95 وظلوا في السجن لمدة أكثر من 5 سنوات. طبيعة الحال في أيام قانون الأمن الدولة سواء على مستوى التعذيب أو المعاملة السيئة أو أن تودع السجن حتى بدون تهمة أو حتى بدون أن تعرض على النيابة العامة في ذاك الحين، مسألة كانت جدا قاسية. وبالفعل أستاذ ضاق يعني تعذيبا شديدا وإساءة كبيرة في ذاك الفترة، وطول بقائه في السجن على مدى 5 سنوات بدون وجود